إخوتي وأحبتي في الله، أخواتي الفاضلات المكرمات، أود قبل أن أدلف إلى موضوع هذه الخطبة التي أسأل الله أن يباركها وأن يتقبلها بأحسن قبول، أن أعرب عن عظيم امتناني وجزيل شكري وعرفاني لكل من اهتم لشأني وحالي في فترة غيابي التي قدرها الله تبارك وتعالى، وكان أمر الله قدراً مقدوراً. ممن أعربوا عن حب كبير وعن صدق ساطع وعن أخوة لا يجزيهم عليها إلا الله تبارك وتعالى، الذي أسأله أن يحسن جزاءهم جزاء شاكر وجزاء عارف وجزاء نبيل واف بحقوق الأخوة الإسلامية. وإني لأضرع إلى ربي سبحانه وتعالى في هذه الساعة من هذا المقام أن يجنبهم جميعا وأهليهم وأحبابهم ومن اتصل بهم الأوصاب والأوجاع والبلايا والمكاره، وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يتم عليهم أجمعين عافيته في الدنيا والآخرة. عباد الله، ومن الحكمة إخوتي وأخواتي أن تقدر أن العصر الذي تعيش فيه عصر قارب بين الناس، بين معارفهم وثقافاتهم ومعتاداتهم ومفروضاتهم ومسلماتهم إلى غير ذلك. فالعالم اليوم أصبح أكثر غنى وتنوعا من عالم ضيق صغير محصور كان إلى وقت قريب أشبه بعالم مغلق. كان الناس تقريبا يعيشون في عوالم شبه مغلقة، أما اليوم فقد ارتفعت الحدود وانهدت السدود وامتدت الجسور. ما في سدود حوائط، في جسور، جسور تصل بين كل العالم، بين كل سكان هذا الكوكب المعمور، أليس كذلك؟ فالحكمة تقتضي إذن أن تراعي السياق الكوني الذي تعيش فيه، وتعلم أنك تعيش في مثل هذا العالم الغزير الثر القصيب، فلا ترسل بعض ما انتهيت إليه من قناعة على أنه النهاية المطلقة والغاية التي ما بعدها غاية في الباب. تواضع، من الحكمة أن تتواضع وأن تبذل ما عندك بتواضع ومحاذرة، حتى إذا أخذ عليك شيء وبين لك ما لم تكن تعلم، أو أضيئت المسألة من جوانب أخرى جديدة، لم تجد نفسك محرجا. أنت المتواضع، أنت الذي تأخذ وتعطي، أنت الذي تأخذ وتعطي. وأيضا كونك حكيما جعل الله وإياكم حكماء ألباء أذكياء مخلصين صادقين، كونك حكيما أخي الحبيب أو أختي الكريمة سيجعلك تؤثر التحقق على الأنانة أو الأنانية. الحكيم من الصعب جدا أن يكون أنانيا، لذلك الحكيم أخلاقي في أعلى درجات الأخلاقية. هل يمكن أن يتسع العقل والذهن للجمع بين الحكمة وبين الوغادة أو الرذالة أو الخساسة أو الوضاعة أو اللا أخلاقية؟ محال. الحكمة بطبيعتها أعظم استثمار في الروح الإنسانية، أعظم استثمار. وإليه الإشارة العجيبة المعجبة بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، إلى آخر الآية. ثم قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، إلى آخر الآية الكريمة. قال هذا متى؟ قال هذا في سياق هذه الآيات الكريمة
السياق عينه الذي فيه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعد قليل سيختم السياق بهذه الآية العجيبة المسبوقة بقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة توجب على الحكيم الاستثمار، يستثمر في نفسه. من الاستثمار إخواني، من الاستثمار أن يبذل المال والعطاء لمن يستحق، هذا من الحكمة الاستثمار. والله قال بعض الناس لا يستثمرون في أنفسهم، يبقون ويظلون ماذا؟ ضحيلين، ضحيلين، ليس لهم عمق، ليس لهم نضوج. مثل صفوان، حجر عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. تأتي تختبر هذا الرجل، وقد يكون من أصحاب الشهرة أو من أصحاب السلطة أو من أصحاب المال، وقد تجدونه يعطي، هذه المصيبة أيضا، يعطي ويعطي الكثير، حتى إذا شاممتموه كما تقول العرب واقتربتم منه لم تجدوا له عمقا، لم تجدوا في شخصيته جمالا روحيا أو نضوجا نفسانيا. شخص بسيط محدود وفقير، فقير بكل بملء المعنى، بملء معنى الفقر. فقير إلى ماذا؟ فقير إلى المال، ما هو غني؟ لا، فقير إلى مدح الناس، إلى نظر الناس، إلى تصفيق الناس، يصفقون له، يهللون له، يحلفون باسمه. فقير مسكين، فقير. هذا غير أخلاق، انتبهوا، حتى في الفلسفات الحقيقية هذا غير أخلاقي، وإن أعطى ما أعطى. لذلك الله تبارك وتعالى لم يقف عند قضية أن تعطي فقط، تعطي بأي دافعية، بأي حافزية، لماذا تعطي؟ إن كنت تعطي رياء الناس لتعظم في أعينهم وتمدح لديهم وتكرم فأنت شخص فقير وشخص صغير ومسكين، تحتاج إلى تربية حكيمة، تحتاج. ولذلك الآية الموالية تثبيتا من أنفسهم تتحدث عن استثمار روحي، استثمار نفسي، انضاج للنفس، انضاج للروح. لا يعطي ليقال ولا يعطي ليمدح، يعطي لينضج حقا، يعطي لينضج حقا، تثبيتا من أنفسهم. إنسان له ثقل أخلاقي، له وزن روحي، وزن نفساني. هذا الإنسان لا تقلقله القلاقل ولا تزيله الزلازل، حتى حين يبتلى، ربما حين يزول عنه ماله ومجده، يبقى قويا عفيفا عزيزا، صاحب شخصية، كريما نبيلا، ممتلئ، لأنه ممتلئ بالمعنى. كل هذا له علاقة بالحكمة، بل هو في قلب الحكمة أيضا وجوهرها. يؤتي الحكمة من يشاء، القرآن قال هذا، القرآن ذيل بهذه الآية العظيمة، هذا من الحكمة. قبل أيام أحدث أحد أحبابي في الله، أقول له قد يكون المرء محسنا كبيرا وفي الوقت عينه وغدا كبيرا. كيف محسن وغد؟ المحسن الوغد، مش أنا، قومه، ذكرياته، اعترافاته تؤكد، اعترافاته، ما أسر به لبعض خواصي يؤكد أنه كان وغدا كبيرا، وغد كبير على أنه محسن كبير، أعطى الملايين، ربما يكون من أشهر الأسماء في القرن العشرين المنصرم، في أوله، في الثلث الأول منه، أشهر الأسماء وألمعها يا إخواني في سماء العطاء والصدقة والعمل الخيري، أندرو كارنيجي، مشهور سيد الحديد والصلب، مؤسس شركة المعاهد الأمريكية التي آلت بعد بيعها إلى جي بي مورغان إلى يو أس ستيل، أعظم شركة حديد الصلب في يو أس إيه. هذا كارنيجي، كارنيجي هذا باختصار، باختصار الذي مول وأنشأ 3000 مكتبة حول العالم، عشرات القاعات، عشرات المؤسسات البحثية، بنى جامعات، شيء عجيب الرجل هذا، مجالس أيضا ومنظمات تنشط حول العالم تبث السلم وتحارب الحرب والفقر والمعاداة والبغضاء، شيء جميل نبيل في الظاهر. لكنه أسر إلى أحد خاصته في آخر حياته، قال له للأسف كل هذا فعلته لكي أحسن صورتي كإنسان آثم شرير، أنا كنت آثما وشريرا، بدليل أن عماله كانوا يشكون دائما منه وهو صاحب الملايين، صاحب، طبعا ما كانش في عصر أندرو كارنيجي ملايير، هو ثروته 450 مليون، بمقاييس 2020 بتساوي حوالي 70 مليار دولار إلى 75 مليار.
تبرع هو ب 63 مليار منها بمقاييس 2020، لو تبرع ب 350 مليون. معظم ثروته، اكثر من ثلثي ثروته، تبرع بها. لكنه قال: فعلت هذا لكي ابيض صحيفتي. انا آثم شرير. في اخر حياتي طبعا الضمير بدا يستيقظ، لان عماله دائما كانوا يشكون انه يستغلهم ولا يعطيهم ما يستحقون من اجور. وحين اعتصم بعض العمال باضرابات اضربوا عن العمل، ارسل لهم الشرطه التي اردت معظمهم سرعة، قتلتهم، ماتوا. لكن قال لصديقه، قال ايضا: مما فعلت تخليت عن اعز اصدقائي وضيعت اطفاله وزوجته. وين الاخلاقيه اذا؟ لماذا تضيع اعز اصدقائك؟ ما الذي يكلفك ان تكفل ان تكفل زوجه واولاده من بعده؟ بضع مئات او الوف من الدولارات يا صاحب الملايين، لكنه ان فعل لا يفعل الا الا تحت اضواء الكاميرات. لازم ما يفعله ان يكتب بالبنط العريض. ما كانش كثير في تلفزيون ايامها، لكن بالبنط العريض المحسن الكبير. شوف القرآن الكريم ويتحدثون عن الأخلاقيات الدينية. الأخلاقيات الدينية هي الأولى، هي الأرسخ، هي الأعظم. كل محاولات إرساء الأخلاق والأخلاقية المورالتي على أساس غير ديني لها نقطة انكسار وهشاشة. هذا ربما يكون موضوع خطب قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ينفقون أموالهم رئاء الناس. هؤلاء لا عمق لهم. في نهاية المطاف هو قال عن نفسه: شرير آثم. لن نقول أكثر من ذلك. ويحزنني، يعلم الله، يحزنني أن نقول هذا الوصف الذي وصف نفسه به، لأن الرجل أعطى الكثير. لكن كما نقول دائما، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. في المنظور الديني التوحيد التأليهي لا يكفي في الفعل. ليكون فعلا صالحا ماذا؟ أن يكون الفعل بحد ذاته صالحا. لا بد أن تكون النية التي حفزت وبعثت ودفعت صاحبه على فعله صالحة طيبة مضيئة. هنا عظمة الدين، هنا عظمة الدين. لذلك هذا الذي يعطي الملايير، هذا الذي يعطي الملايير، لو لم يره أحد، افرضوه في هذه الحالة، لو لم يره أحد وجاءه من يسأله وهو شديد الحاجة إلى بعض الدريهمات، لكن بحيث أنه إذا أعطاه لا يعلم بهذا أحد إلا الله، لن يعطيه. أو ضيع صديقه، لن يعطيه. لكن شوفوا الرجل الذي حدثنا عنه الإمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره، بعد وفاة أخيه في الله، يقول أبو حامد: كان يتفقد أهله، زوجه وعياله 40 سنة، كل ليلة يأتيهم بالنقود بالطعام كأنهم أهله 40 سنة. والعجيب، تقول زوجة أي صاحبه، تقول: والله ما رأى وجهي فيها مرة ولا رأيت وجهها. الله أكبر، الله أكبر. لك الأخلاقية الدينية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين.